بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك وفي درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في شرح هذا الكتاب. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نستكمل المتن وما تبقى من كتاب باب ما جاء في صلاة التطوع. الشيخ صالح، بعض الناس يقول أنا سأكتفي بأداء الصلوات الفروض في أوقاتها وأترك السنن الرواتب وأترك التطوع، أرجو أن تتحدثوا عن فضل ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي شرع الفرائض هو الذي شرع النوافل والرواتب، وهو أعلم بحاجة العبد إلى ذلك. وكما جاء في الحديث أن الرواتب أو التطوع يكمل بها نقص الفرائض يوم القيامة، فيقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل ما نقص من الفرائض بالنوافل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أحمد قال: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. نعم، هذا كلام صحيح. طلب العلم هو أفضل الأعمال، لأن الأعمال لا تصح إلا إذا بنيت على العلم النافع. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. وقال: تذاكر بعض لياليه أحب إلي من إحيائها. تذكر بعض ليلة العلم أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من إحياء هذه الليلة بالعبادة. وطلب العلم أفضل من الانشغال بالعبادة، الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادة، أما الفرائض فلا بد منها. نعم. وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قال يعني الإمام أحمد: يجب على الرجل أن يتعلم ما يقوم به دينه، والدين لا وهو العمل لا يقوم إلا بالعلم، فيعرف كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج. فلا بد أن تؤسس الأعمال على العلم. نعم. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. نعم. قال الإمام أحمد لما سئل مثل أي شيء، قال: الذي لا يسعه جهله، يعني يتعلم من العلم ما لا يسعه، أي لا يجوز له جهله مما يقوم به دينه ويصح به عمله. العبادة لا تكون على جهل، وإنما تكون تؤسس على علم وعلى أدلة من الكتاب والسنة. ولذلك بدأ الله بالعلم قبل القول والعمل كما سبق. نعم. ثم بعد ذلك الصلاة، لحديث
استقيموا ولن تحصوا. نعم، ويخص بزيادة اهتمام الصلاة الفريضة لا بد منها، والنافلة أيضا تكمل بها الفريضة إذا حصل فيها نقص، وإن لم يكن في الفريضة نقص كانت النوافل زيادة في عمل المسلم ينال بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهذا كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ففيها النهي عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله، وهذا أكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيها ذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير، تلاوة القرآن، هذا كله في الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه، ثم بعد ذلك من العلم ما يتعدى نفعه إلى الآخرين بإفتائهم وتعليمهم وتوجيههم، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا من العلم الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين من المسلمين، تعدى صاحبه إلى الآخرين. نعم. من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم، نعم، مما يتعدى نفعه عيادة المريض، وهذا من حقوق المسلم على المسلم، أنه إذا مرض يعوده إخوانه لأجل أن يستأنس بهم، ومن أجل أن يدعو له بالشفاء والعافية. نعم. أو إصلاح بين الناس، ثم بعد عيادة المريض الإصلاح بين الناس، هذا من أجل أعمال البر الإصلاح، وهو التسوية، تسوية النزاع بين المتنازعين، وإذهاب ما بينهم من العداوة والحقد بعضهم على بعض. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأفضل الأعمال التطوعية والواجبة، إصلاح من أفضلها إصلاح ذات البين الذين بينهم نزاع وخصومات، فيأتي ويصلح بينهم ويسوي نزاعهم ويرجع بعضهم إلى بعض بالتآلف والمحبة، هذا نفع متعدي، وهو أفضل من العمل الذي يقصر على صاحبه مثل الصلاة والصيام. نعم. وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، صلاة النافلة يعني، اتباع الجنازة وتشييعها أفضل من نافلة الصلاة، لأن هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، أنه إذا مات يتبع جنازته ويحضر دفنه ويقوم على قبره بعد الدفن فيستغفر له ويدعو له، فمن صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن صلى عليها وتبعها إلى أن تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبل العظيم. نعم. وما يتعدى نفعه يتفاوت،
يعني بعضه أكثر نفعاً من بعض، يتفاوت في النفع. نعم. فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق. صدقة على قريب محتاج، اجتمع فيه وصفان، قريب في النسب ومحتاج، فيها أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم. وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج. وهو أفضل من يعني الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على الأجنبي المحتاج من المسلمين، لأنها تجمع الأجرين، الصدقة والصلة. نعم. وعن أنس مرفوعة: فمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حديث حسن غريب. نعم، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، يعني له أجر المجاهد في سبيل الله، لأن هذا يتعدى نفعه للمسلمين، فيقوم بإفتائهم وتعليمهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فينفعهم بذلك، فنفعه متعدي، والعمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي يقصر نفعه على صاحبه. ولذلك طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن قيام الليل نفعه مقصور على صاحبه، أما طلب العلم فنفعه يتعدى إلى الآخرين. نعم. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وهو نوع منه. تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد في سبيل الله، لما فيه من النفع المتعدي وما فيه من نشر الخير، كما أن الجهاد في سبيل الله فيه نشر الإسلام وفيه عز المسلمين وفيه إذلال الكفار، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام. نعم، الحج عمل عظيم لما فيه من التعب والسفر ووعثاء السفر وما فيه من تطلب النفقات على الحاج، ولما فيه من الوقوف في المشاعر العظيمة، وأعظمها الوقوف في عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. نعم. وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن. نعم، وهذا يدل على فضل الصوم، والصوم فيه مشقة على النفس، فيه ترك للشهوات والمألوفات، فيه صبر على الجوع والعطش، فهو عبادة عظيمة. نعم. وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. نعم، وتزيد الفضيلة إذا جاءت الحاجة من الناس فيسدها، فهذا يورثه أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى لتعدي هذا النفع
وانتشاره على الآخرين. نعم. ومثله قول الإمام أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. نعم، ويجمع ذلك من أن تنظر في العمل، في الأعمال، تنظر في الأعمال، فأيها تجده أصلح لقلبك فإنك تفعله ويكون هو الأفضل. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح. سوف نستكمل ما تبقى من هذا المتن إن شاء الله في الدرس القادم نظرا لانتهاء وقت البرنامج. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على متابعتكم على لهذا البرنامج آداب، كتاب آداب المشي إلى الصلاة. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.